كانت كراكيب من توقيع فرقة وسط البلد. نعود لجوا برنامج نوضح ليك. نعود أيضا لضيفنا دكتور عثمان لورابيل وأخصائي في أمراض العقلية ومعالج سلوكي ومعرفي. وموضوعنا التبني والنفسية المتبني قبل المتبنى. تفضل دكتور. C'est vrai que غادي نبداو بعدا فكره التبني وصلت لواحد الاسره عرفتي غير ديك الفكره الغليان وهي كتدور في ديك الهضره وحنا كنتغداو وحنا جالسين وحنا في السياره وحنا في فغوج امتى كنوصلوا لذاك التبني بعدا كيكون تابع سابقو ستريس سابقو ضغط شنو هي الاسباب اللي خلاتنا كنبغيو نتبناو الغالبه غالبا من غير التبني اللي تيجي هكا انساني عندنا وليداتنا وميم طون بان لينا شيكا حاله وتحبينا نتبناوها لا انا كنتكلم على اولا راه التبني تيكون قبل منه واحد المخاض نفسي عاد غادي نوصلوا للمتبنى وعاد غنوصلوا شنو الاشياء اللي كتجي من بعد ما صبح عندنا في المنزل الوغ جوستومون قبل ما نبداو نهضروا في هادشي غير بغيت كمقدمه نقول بان الواحد ملي كتجي الفكره ديال التبني بيان سور بانها راه واحد المبادره اللي هي كريمه وفيها بزاف ديال الايجابيات لا اكثر نقول لك لا انسانيا لا اخلاقيا لا من ناحيه ديال المسؤوليه حيت الواحد كيعرف بان غادي يضحي على وديت واحد الطفل الى اخره اذا حنا ما غاديش نهضروا نهائيا في واش مزيان ولا ما مزيانش كنظن بان حنا كنهضروا على النفسيه ولا انا بغيت نعطي هذه المقدمه باش نخليو الاطار واضح باننا علاش نقصتنيش النفسيه قبل ما ندخل وما دخلتش في المجتمع اش كيقول لاقيت شنو تدرجات ديال المجتمع مشيت نيشان لنفسيه المتبنى النفسيه المتبني اولا المخاض الضغط اللي كيكون قبل ما يتبنى الهضره اللي كتكون بين الزوج وزوجته اش نديرو غنتبناو ما نتبناوش نتسناو تنولدو اش كيقول الطبيب كنتبعو الى اخره بدا الضغط خصو يتزوج خاص هذا اش نديرو واش نقدروا نتبناو الاخرين اش كيقولوا يعني واحد المخاض واحد الغليان ديال الافكار وديال اشياء من هذا القبيل اللي يتجاذب المجتمع تتجاذب الاسر والمركزين الاب والام اللي غيتبناو هو غليان ديال الافكار ولكن حتى ديال المشاعر وحتى ديال الاحاسيس افكار من المشاعر مشاعر من الافكار هي ولكن علاش كنقول لك هادشي غير باش الواحد يحط راسه في هذيك الصوره ديال مثلا شنو هو الاغلبيه ديال الناس اللي مثلا كيفكروا في التبني هو الناس اللي كيكون عندهم صعوبه في الانجاب مثلا وكيدوزوا من بزاف ديال المراحل اللي كيكون مازال زعما طبيا كاين امكانيه في المساعده الى اخره ولكن مع ذلك دونك افيك لا بروكرياسيون ميديكالمون اسيستي ولكن مع ذلك ما كيوفقهمش الله الى اخره دونك هنا كاين واحد ملي كنعطيو بحال هكذا هاد لو ديغولمون هاد بحال قلتي راها قصه الواحد كيفاش كيعيشها راه بيان سور ان اوريجين بعدا كل واحد من الازواج وعلى حساب الشخصيه ديالو على حساب بزاف ديال الامور وكيفاش غادي هو يدوز من ديك المرحله كومون يفا لا ترافيرسي دونك اكيد انه كاينين الناس اللي كيقدروا مثلا المرات كاع واخا كيعرفوا بان كاين الانجاب كيكون مستحيل مثلا كلكو سوا لا غيزون كيقولوا وعرفتي شنو حنا صافي هادشي اللي قسم هادشي اللي كتب علينا الله ما كيفكروش نهائيا باغ اكزومبل في الفكره ديال التبني دونك غير باش نقول لك بان كاينين الوريجين واحد يا بوكو دو ديفيرونس بسيكولوجيك زعما او نيفو دي بيرسوناليتي اللي كيخليو انه لنفس الموقف امام مثلا صعوبه الانجاب كل واحد وكيفاش غادي يتجاوب مع داك الموقف دونك مي سي فري كو لا بلوبار دو طون كيكون واحد راه كيعرف حنا في المجتمع ديالنا الزواج راه ولا بدا كنت نقول لك ولا بدا من بعد يكونوا اطفال سينو كيبداو تساؤلات سينو كيبدا واحد الضغط كيبداو بزاف ديال الامور وبون ما كنقولش لك بان هذا هو السبب الرئيسي ولكن هذا غير مثال اللي كيعطي واحد فهمتيني واحد التفسير اللي هو فهم
بارسيال ما عرفتش كيفاش نقولها تلف عليا الكلام مي اون اكسبليكاسيون بارسيال العلاج باغ اكزومبل الواحد كيعيش هذيك المرحله بواحد الطريقه سلبيه جدا بحيث انه كتقدر تكون مرحله فيها بزاف ديال القلق بعض المرات اكتئابات كيكون واحد التوتر الأغلبية ديال الأحيان ما بين الأزواج ماشي حيت كيكون ما كنهضرش أنا على هذوك هذيك الصورة ديال كل واحد كيتهم الآخر أنت السبب أنت السبب نو واخا كتكون الأمور زعما باينة وما كيكونش هذاك التفكير شي شوية ديال شكون السبب كنقلبوا ولا بدا على أن كوبابل كيكون واحد الوعي وواحد المواجهة زعما كأزواج توت أنسومبل واخا هكذاك كيقدر يكون كتقدر تكون مراحل ديال التوتر بين الأزواج اللي كتخليهم أنهم في النفسية ديالهم كيكونوا قابلين كيكون عندهم واحد القابلية كبيرة لأنهم يدخلوا في ضمن الاكتئاب ألوغ وكل واحد وكيفاش كيعيش كنت غادي نقول لك هذاك الفشل الأخير إلا كنا كنهضروا باغ إكزومبل على لي فيكونداسيون إن فيترو إلى آخره ملي الواحد كيوصل لستة سبعة ديال لي تونتاتيف مثلا وكيوصل فان يا با دو سوكسي على حسب كل واحد وكيفاش كيقننها كيفاش كيعيشها كيفاش كيحاول يعطيها واحد التفسير على حسب كنت غادي نقول لك هذاك السيستيم ديالو ديال الأفكار كيفاش غيتقبلها شي يقول لك واه هادشي اللي قدر عليه الله شي غادي يرفضها تماما على حسب دونك هنا فين كتطرح المشكل ديال كيتطرح المشكل ديال النفسيه ديال الازواج اللي كيقبلوا على التبني وهنا غادي نقول لك ملي كيكون واحد الموقف زعما دقيق عارفين اش كاين والواحد كيعيش واحد الحاله نفسيه اللي هي سلبيه كما كنت كنهضر عليه وكي كليرمون ايدونتيفي عارفين بان احنا بحال هكا اولا ملي كنت كنهضر على الازواج كيوصلوا لواحد المرحله اللي غادي تفارقوا او كيبداو يهضروا على الطلاق الى اخره وهنا مثلا كتجي هذيك كيجي هذاك القرار ديال التبني انا هادشي علاش كنهضر مثلا سي كو تري تري سوفون مالوغوزمون كيكونوا دي بريز دو ديسيجن بحال هكذا ديال التبني واخا راه تبارك الله راه كنهضروا على ازواج ايه ما عندهمش ليكسبيريونس ديال الاطفال اذا كنا كنهضروا على صعوبه الانجاب ملي كتجيب التبني ولكن كيحسوا بان عندهم واحد القدرات باش يربيو طفل او عده اطفال دونك كيقول انه علاش لا ولكن كيبقى ديما هذاك السبب اللي دفعنا اننا ناخذوا هذا القرار بحال قلتي كيلون شي شويه السلوك ديالنا مع هذاك الطفل بحيث انه نعطيك واحد الصوره اللي بسيطه وهادشي ماشي غير حيت تبني كنهضرنا على الاطفال عامه باللي حتى ملي كيكون طفل طبيعي ملي كيتزاد في واحد الموقف نفسي ماشي هو هذا كيفاش كيكون مضبوط من بعد كيكون بحال دابا السيدات اللي كيضطروا حيت راجلهم كيقول لهم ودابا انت حملتي غادي خصك تقعدي من الخدمه انا نعطيك هذا مثال بسيط اللي كنلاحظ بزاف ديال الاحيان دونك ومن بعد هي كتحس براسها انها مضطره ومشي القرار ديالها وما مقتنعاش ومن بعد كيكونوا سلبيات في السلوك مع هذاك الطفل مثلا دونك هادشي اللي خص الواحد يكون واعي به اذا حتى على قرار التبني راه كتكون مضاعفات نعم لان حنايا مازالين بغينا نتكلموا على قرار تبني والنفسية أو المخاض النفسي والفكري اللي كيكون كيصاحبه قبل وبعد نبغيو أيضا من خلال دكتور أتمل الأورابي نتكلموا على بعض المرات ملي كيكون طرف باغي طرف رافض كيفاش يخص ذاك الإقناع كيفاش كيأثر نفسيا على الطرف اللي باغي التخوفات اللي كتجي من المجتمع من اللي تتسق الخبار الأمهات والعائلة وكيكتر اللغات وكتر الاجتماعات يعني فعلا من الأشياء اللي ما كيجي فين يوصل هذا الطفل المتبنى اللي غادي يجيب معاه هو جاي أفكار أخرى نفسية تحولات نفسية إيجابية كما هي فيها ضغط أو فيها إحساس بأشياء لأنه المجتمع لأنه التخوفات أو الإسقاطات اللي جاية من عند الناس كيبدأ الحكاوي والتعاويد وهذا وش تذاك اللي كانوا تبنى ونهار ليش قال ليهم وش دار وهذا وكيخرج ليهم وكيولوا الحكاوي اللي كيزيدوا ضغط في ضغط هنتكلموا على هذا الشيء ومن بعد هنتكلموا أيضا على المتبنى كيفاش صفي
وصباح عندنا في البيت، كيفاش يمكن التعامل السليم والصحيح باش كلها مشاكل نكونوا احنا امتصيناها قبل ما يكون هذاك التخوفات والطريقة، وامتى نقولوا ليه وامتى نعلموا وطريقة باش نعملوا. حيت بعض المرات كيكون الإفراطين، يا إما الإفراط في التخوف وحنا كنتعاملوا معاه، يا إما الإفراط في الحنان وحنا كنتعاملوا معاه. اليوم غادي نتكلموا على هذا الموضوع اللي هو كبير وفضفاض، لكن أكيد من خلال تجاربكم سيقنن حسب انشغالاتكم انتم وأسئلتكم الموجهة بدقة انتم على 0522-95-36-70 أو 0522-95-36-80، لأنه ما يوحدنا في هذا البرنامج هي المشاعر المشتركة بيننا وبينكم، مشاعر شيرين. كانت مشاعر من توقيع شيرين. نعود لأجواء برنامج نوضح لك، وموضوعنا لكل من التحق بين اللحظة هو التبني ونفسية المتبنى قبل نفسية المتبني. أكيد كما قلنا في بداية الحلقة كيكون واحد المخاض واحد ضغط نفسي باش بعدا نبدأ نفكر، وبدينا كنفكروا أننا نتبناو وكنبداو غنتبناو ولا ما نتبناوش، وكيجيو تاني هذا ولا اش بغيتو تبناو تسناو هادي هادي ولا، والقصص والحكايات إذن أشياء كتير عاوتاني، لكان طرف ضد وطرف باغي يتبنى وطرف ما باغيش، وعاوتاني احنا فكرنا وقررنا بجوج أننا نتبنى وخلاص. ضغط آخر، أفكار أخرى، غليان نفسي آخر ملي كنمشي ونفكر ونمشو نعزلو داك البيبي، كيفاش داك الإحساس أكيد أكيد غليان، وأكيد مخاض، وملي تولي عندنا في المنزل مخاض آخر وغليان آخر في القلب والعقل والفكر والنفس. كثير منها أمور غادي نتشاطروها معكم، ولكن قبل ذلك أخذ محمد من الدار البيضاء. مرحبا محمد. ألو ألو، السلام عليكم لالا. وعليكم السلام سيدي، مرحبا بك. بخير صح لاباس؟ كل شي لاباس. نشكركم بزاف على هذا البرنامج، لأنه صراحة يعني تشكركم تشكر المجهودات اللي قمتوا بها، حيث أنه برنامج يعني في غاية الدقة وبرنامج هادف، رغم أن يعني بزاف ديال المنابر الإعلامية ما كتطرقش لهذا البرنامج اللي كتكون فيه مثل هذه المواضيع الاجتماعية. المهم خلينا في هذا المنبر، فمرحبا بك محندك معنا احنا. مرحبا بك أستاذة، شكرا. مرحبا سيدي، تفضل. السؤال ديالي استاذه هو يعني كان عندنا واحد الطفل تقريبا عنده 6 سنوات ياك، يعني خديناه مثلا كان باقي صغير. تبنيتوه شحال كان عنده ملي تبنيتوه؟ ما تيفوقش ميم با 3 ans، ميم با. واخا ممكن نسولك منين؟ واخا ممكن 3 mois، بغيتي تقول 3 شهور. ممكن نسولك منين خدي، منين تبنيتوه؟ واش من عند أم، من عند مؤسسة، من عند شخص، من عند مؤسسة؟ لا صراحة، بكل صراحة ماشي من عند مؤسسة، ماشي من عند شخص للأسف. لقيتوه؟ لقيناه. لا وي لا. لقيتوه وي لا؟ ماشي. ممكن نعرف فين لقيتوه؟ في الزنقة. في الزنقة، ما علينا. وكيش كان الإجراء فعلا ملي تلقاوه راه غلايين؟ إجراءات تماما، إجراءات قانونية دارت كلها يعني بوثائق ديالو، الحمد لله اللهم لك الحمد. يعني خدنا واحد يعني واحد المعترك كبير على يعني من جانب يعني الوثائق باش نوصلوا عليها من السلطات وكذا الى اخره. نعم سي محمد، سي محمد موضوع نعم. كتير مهم وشهاده كتير مهمه وقيمه اللي غنبداو بها. كنشكرك سي محمد، فقط يداهمنا الموجز ارجوك، ثم ارجوك خليك معنا في الاستماع بعد الفاصل الاخباري. متفقين؟ نتمنى أنك تبقى معنا. إذا نعود بعد الموجز الإخباري بنسخة فرنسية، ونعود بعد قليلة. شروق غريب. نعود لأجواء برنامج نوضح لك، ونعود لموضوع التبني ونفسية المتبني قبل المتبنى. مرحبا سي محمد. وي أستاذ، معك الخط. نعم، إذا تبنيتي وليد، ربيتي، لقيتيه غير في الزنقة، عنده كانت عنده 3 شهور. من بعد مشيتي وحاولتي ترسم الإجراءات وتقنن الوضعية. الحمد لله. وتقننات نعم. الحمد لله، يعني الامور الاداريه كما قلت لك استاذه يعني كل شيء على ما يرام. كان اسمح لي قبل ما نهضروا على الامور الاداريه، واش ممكن نسولك واش كانوا عندك وليدات من دي قبل؟
لا ما كانوش عندي. لا ما كانوا ما كانوش عندك. والزوجة كانت مع فكرة التبني بسرعة لأنه ماشي فكرتوا فيها على ما يبدو أنه تطلقتوا به؟ ما كانش تفكير منذ البداية أستاذة. نقدر نقول لك بأن الزوجة مثلا هي الأولى اللي اقترحت الفكرة مثلا. يعني ما اقترحتش عليا، يعني كيفاش غنقول لك، يعني كانت الأمور تلقائية، يعني بعد ما دارت العملية تلقائية، يعني كانت هي مقتنعة إلى درجة أنها يعني مثلا هي كانت كيفاش غنقول لك أستاذة، يعني كنت تهتم بهذا الطفل هذا الحمد لله الله يحفظه ويخليه لينا. يعني اعتبرناه يعني واحد الشكل كبير انه الابن ديالنا المصور ديالنا الحمد لله، ورغم ان المشاكل ديال العائله والمشاكل ديال المجتمع، يعني كتعرف بان المجتمع ما تيرحمش في هذه القضايا. نعم يعني الانسان كل واحد شفت يقول كان اللي تيقول لك مثلا طفل متبني هذا خدار وماشي ولدهم لقاه الى غير ذلك من هذه الاسئله. ولكن الحمد لله احنا عندنا القناعه، عندنا واحد القناعه الحمد لله كبيره، و يعني القناعه كما قلت لا انا لا الزوجه ديالي لا بالرغم من العائله حتى يلقينا معها مشاكل. حدد انا العائلتين العائله ديالك اكثر. العائله تماما ديالك انت اكثر، بحكم ان الطفل كيعمل واحد المعامله ماشي هذيك، ما تيلقاش الاب ما تيلقى ما يعطيش الحنان اللي خصو يعطيه، فهمتيني؟ يعني بمجرد ما تيقترب من الطفل مثلا، الحمد لله درس 6 سنوات تقريبا، بمجرد ما تيقترب من الطفل مثلا تيغوت عليه وبعد من الاب ديالك انت تماما. لا ولكن عائله الام ارحم. ماشي ارحم 100%، مي يعني نقول لك واحد 50%. اسمح لي نسولك، الوليد الان يدرك انه متبنى او لا مازال؟ لا لحد الساعه باقي لانه تيعيط لي بابا وتنقول له نعم وفرحان وفهمتيني، يعني الحمد لله لقى واحد الاهتمام كبير الحمد لله. انا ما كان منوش ناوي تقول ليه ولا ما ناويش؟ هذا هو السؤال اللي بغيت نقول لك، يعني ما من طرفي انا ولا من طرف الام ديالو، يعني صعيب كيف ما تقول الام ديالو، يعني صعيب عليها ان تقول له مثلا بانه متبني. نعم يعني بحكم ان عطات واحد الاهتمام كبير، ويعني يعني كتخاف عليه واحد الدرجه كبيره بزاف، يعني تقول لك ربما مثلا غادي يعرف، غادي ربما ينفرنا، ربما ما يبغيناش، ربما فهمتيني، يغير تغير له الفكره في راسو. هذا هو السؤال اللي محيرنا لحد الساعه استاذه. هو معاكم في المنزل كاين عاطفة، كاين عاطفة أكثر، كاين حضر أكثر، زايدين فيه يعني كيفاش هي الوضعية هكا في الأسرة معاه؟ الحمد لله الحمد لله، لأن عايش أنا ومرتي والوليد الحمد لله، يعني الأمور على ما يرام الحمد لله، ما كاين لا مشاكل الحمد لله. لو حطمت أنا حتى المعاملة تجاه الطفل، يعني الأم ديالي تتعامل الحمد لله، يعني نعم نعم الزوجه ديالي كتعمل واحد المعامله، يعني الحمد لله ماشي كنشكر راسي ولا كنشكر، يعني كنشكر الله بعد كل شيء الحمد لله. يعني قبل من كل حاجه كنشكر الله عز وجل، هو اللي سخر لنا هذا الوليد، هو اللي رزقنا هذا الوليد. يعني كاين عندنا واحد الاجر بغض النظر على التبني ولا ولدي ولا ماشي ولدي، كاين اجر مع الله عز وجل، يعني حتى الطريقه والظروف اللي تعثر بها على الطفل، يعني كانت الحمد لله يعني شويه كانت قاصحه، الحمد لله ربي عاوننا باش وصلنا لها الطفل هذا وداروا له الوثائق ديالو. الحمد لله الطفل ما خاصه حتى شي حاجه، تيقرا في ليكول الحمد لله بخير. نعم مزيان الحمد لله، عنده واحد العاطفه من طرف الام ديالو كاع اكثر مني انا، تتخاف عليه بزاف، يعني تيقول الحاجه بغاها تلقاها. غير السؤال غير واش الام ديالو تقول له مثلا في هذا السن هذا، تقول له مثلا بعد 10 سنوات، ما تقولش له كاع ديفينيتيف كيف ما كان حنا تيبان ليه، هو غيعرف. بحكم ان المجتمع كما قلت لك يعني ما تيرحمش، مجتمع استاذ ما تيرحمش. واش عطيه الاسم العائلي ديالك؟ ان شاء الله ان شاء الله. لا انا غادي ما فهمتش ان شاء الله، راح كاين قانون وكاين ان شاء الله. انا كنهضر معك بصراحه، واش هذا الوليد هاز الاسم العائلي ديالك دابا؟ انا بصدد باش نعطيه الاسم دابا، واخد الاسم العائلي ديال الام. انا بصدد دابا ان شاء الله باش نعطيه الاسم ديالي ان شاء الله تعالى. ولكن القانون، انا الحمد لله يعني من الناحيه القانونيه غادي نحاول. على العموم احنا النفسيه، نهضروا على النفسيه والقانون، القانون اشياء اخرى، نخليونا في النفسيه يكون افضل باش ما ندخلوش في اشياء اخرى. شكرا لك سي محمد. عندك ليه اولا سؤال دكتور، شحال في عمركم سيدي؟ 37 سنه استاذ. داكوغ. وزوجه؟
33. وشحال ديال سيدي الوقت باش تزوجتو؟ هذه تقريبا شي 8 سنوات. داكوغ. واش كاين سيدي مشكل من ناحيه ديال الانجاب؟ واش كاين صعوبات؟ قول لي. لا الحمد لله ما كاينش هذه الناحيه ديال الانجاب، ما كاينش الحمد لله، ما كاينش مشاكل، ما كاينش صعوبات، غير الطفل يعني كاين جاب واحد الطريقه ما كاينش منتظر، حتى الام ديالو ما كاينش منتظره. يعني غير مع ربما ذاك الحنان وذاك اللي كتميز به مثلا، اللي كيتميز به القلب ديال الام، يعني واحد واحد الرحمه الحمد لله كانت في الام، في القلب ديال الام، هي اللي خلاتها مثلا لقات مثلا الطفل واحد الظروف وخداته وتبناته ولفاته وبغات الى غير. واضح واضح هادشي تكلمتي عليه. شكرا لك سي محمد. عندك لي سؤال اخر؟ لا لا. شكرا لك سي محمد، تفضل. هو تيتسائل وي الام ما قادراش فوالا واش تقول دابا ما تقولش كاع مره، شنو التداعيات ديال انه تقول او ما تقول؟ الوغ كاين اون كونسيدير اون جينيرال بانه من الاحسن انه الطفل نقول لك من العمر ديال 3 سنين، باسكو 3 سنين اون جينيرال هي فين كيكون التواصل اللفظي، هو انه نقدروا نعاودوا للاطفال واخا ما كيفهموش كل شيء، ولكن نقدروا نبداو نعاودوا لهم بانه عندهم واحد كلكو باغ واحد الاب وواحد الام واحد اخرى واحد اخرين، وبانهم هما واخا هكذا كيبقاو ديما والديه، بمعنى يبقاو ديما باباه وماماه وكيبغيوه، استادير الواحد يفو نطمئنوه على هذاك الحنان وعلى ذاك الحب اللي كنعطيوهم، ومن تما كنبقاو ماشي كل نهار بيان سور، ولكن كنبقاو رهن الاشاره ديال الطفل، بمعنى الى عاود سولنا وكيفاش وهذا وبابا وماما وما فهمتش، كنبقاو اون ريبيت كنعاودو نرددو داكشي اللي كنقولو، وما حدو غادي وكيزيد في العمر ديالو حيت كنا كنهضرو 3 سنين، ما حدو بحال اللي قلتي غادي ياخذ هذيك المعلومه بواحد الدقه اكبر ثم اكبر، حيت مع تبارك الله الاطفال حتىهم كيكبروا مثلا كيوليو بعدا يميزوا في الزمن، شنو اللي كان من بعد، شنو اللي كاين دابا، شنو اللي كان من قبل، كيبداو يميزوا بعض المرات حتى شي امور دي كونسيبت ديال تيان هذاك عنده والديه علاش انا ماشي بحالهم الى اخره، كيبداو تساؤلات، وهاد التساؤلات اللي نقدروا منذ سن صغير جنسيست على هذه القضيه نبداو نهضروا عليهم. الوغ كما قال الاخ المشكل قال لك من ناحيه ديال الوالده ديالو، وانها ما مصراش نهائيا انها تقول هاد الحقيقه هذه، ولكن المشكل هو ان وكاين هذاك الخوف على ما فهمت، كاين واحد الخوف انه سميتو اللي روجيت او لا شي حاجه بحال هكذا. الوغ هاد لو ريسك راه زعما الا جينا نهضروا راه كاين اليوم، كاين غدا، كاين من دابا 5 سنين، كاين من دابا 10 سنين، كاين من دابا 20 عام، والاغلبيه ديال الاحيان ما كيكونش هذا رد الفعل، كتكون هذه الفكره غلطه ديال عندها كيهرب منا، بمعنى ما يبقاش يشوف فينا او ما يبقاش يعطينا ذاك الحنان اللي سميتو تعودنا عليه، هذه كتكون فكره غلطه اون جينيرال، ومن الاحسن انه الواحد باسكو 6 سنين كنظن بانه بطريقه اللي بوتيتر تقدر تكون بمرافقه ديال اخصائي، كنظن بان بيتيت ابتي خص الواحد يبدا يجاوب على شي اسئله ويبدا يعطي شي معلومات بشويه بشويه، حيت ايه عنده 6 سنين دابا تبارك الله، ولكن ملي غادي يدير 12 عام 13 عام، ملي غادي يكون واحد ملي تكون بزاف ديال المنابع اخرى ديال الخوف ديال القلق، ملي غادي يبدا يعيش لي ديسيبسيون الاولى ديالو في الحياه، ملي غادي يبدا يشوف بزاف د الحوايج، اي اون بلوس غادي تجي هاد القنبله ديال انه ايوا عرفتي شنو انت راك ماشي ولدنا البيولوجيكي، اون جينيرال كيكون واحد الكسر، واحد الكسر كبير، حيت كتدخل اون بلوس المشكل ديال المراهقه الى اخره. الوغ كاين بزاف الناس اللي كيقولوا ايوا تيان علاش ما نتسناوش حتى يرشد كاع يدير
حياته الى اخره. الوغ هنا كاين واحد غادي نقول لك كاين اولا واحد الخطر كبير حيت ما يمكنش نمشيو بالمنطق انه راه ما عمره ما غادي يعلم براسو حيت ما حد واحد غادي وكيكبر وما حدو كينضج وما حدو كيكون عنده واحد ليكسبيريونس ديال لافي اللي بعض المرات كتجيبو يشك وهو كيسق الخبر بلا ما حتى واحد يقول ليه مثلا اون بريز دو سون ولا شي حاجه بحال هكاك. مع الاسف جي ديجا في بوكو دو فوا هاد القضيه ملي كيكون الوفاه ديال الاب كينوض الصداع على الورث ولا هذا عرفتي شنو انت راك في الصراحه راك خصك تعرف راك ماشي خونا وكينوضوا واحد المشاكل نفسيه حيت الواحد راه كيكون هضرنا عليها الاسبوع اللي فات ملي كنا كنهضروا على المراهقه ولكن كيكون واحد الكسر في الهويه ديال الواحد واخا يكون عنده 40 عام ولا 50 عام كيكون واحد الكسر وملي كنقول الكسر في الهويه هو انه الواحد بعض المرات كيعاود نقول لك يعاود النظر في داكشي كله اللي دار في حياته وكيعاود النظر كاع نقول لك في هذوك الصدمات كامله اللي عاشها بالاخص في المحيط العائلي وكيولي يربطها كيولي يفسر هذوك الصدمات وداكشي كيولي يفسرها بكون انه لقيت بكون انه ماشي راه ماشي كومون دير سي با ان انفون ديزيري والديه تخلوا عليه. وهنا باش نرجع للاخ اللي اتصل بينا سكو على حسب من بعد الظروف ديال كيفاش كنلقاو واحد الطفل ولكن زعما من ناحيه دان كوتي سامبوليك كيفاش الواحد كيقول بانه راه ترمى في الزنقه اولا فهمتيني راه ماشي بحال شي واحد تبنيناه من العائله ديالو حيت كانت صعوبات الى اخره والطفل راه غادي يعرف هذه القضيه حيت اي واحد كيحاول يقلب على لي ديتاي ديال بحال هاد الشيء حيت كيكونوا الشخصيه ديالو كيكونوا الهويه ديالو والواحد كيكون عنده هذيك لا كيوريوزيتي وهنا كيقدروا يكونوا بزاف ديال المستويات ديال رد الفعل على حسب كما قلت لك الموقف ديال كيفاش كان متبنى او كيفاش تخلوا عليه كيلكو باغ والديه الحقيقيين حيت كما فان البيولوجيكيين حيت مثلا واحد يتيم ماتوا والديه و سميتو تبنوه الناس من بعد ملي كيعرف شنو هما الظروف ديال هذا التبني ماشي بحال ملي كيعرف بان والديه راهم في واحد القنت وتخلوا عليه حيت رخيص عليهم مثلا اون توكا هكذا كيتخيلها. نعم انا غنسولك سؤال مثلا انت كتكلم واحد عرفتي تيحاول ما امكن يدخل في يدخل في نفسيه المتبني كيف هو المتبنى. وانت كتكلم تخيل راسي انا متبنات ياك وتنسول راسي فوق الا كنت انا متبنات مثلا وكانت عندي 5 سنين ولا 6 سنين ولا 7 سنين ونادو دوك الوالدين او نادو دوك الناس اللي تبنوني قالوا لي راكي متبنات وفي نفس الوقت كنتخيل راسي انني انا ام تبنات فملي كنحط هذا الخليط كنلقى بانه خليط عسير مش عسير الهضم ولكن عسير في الـ في الـ في, الـ في كواقع. علاش؟ لانه ملي كتخيل راسك انت كمتبني ومثلا قلتي لهذا الطفل في واحد السن ديال التربيه وديال النمو وديال هذا بانك متبنى. شوف دابا احنا ملي والدينا كانوا كيقولوا لينا دير هادي ما ديرش هادي علاش هادي وغادي يبغي يدير لي شي بونيسيون احمد الله داك الاب ديالي ولا الام ديالي انني انا عارفه ومأكده بانني ولد ولا بنته. بعض المرات كنبداو نقولوا كتعاملني بحال اللي انا ما ولا كيتعامل معايا قاصح كانه ما والدنيش كانه ماشي ولده غير بعض المرات كيجيك سورتو في المراهقه وده الناس هذوك اللي ما لقاوش ولادهم ولا تعرف شي حد تيبدي يتعامل معاك حنين ولطيف شي ام علاش حيت ما عندهاش الدراري كتولي تبغي تمشي عندك جارتك كتعاملك احسن من هذاك اللي عطاه الله الدراري اللي هو باك ولا امك ما عرفوش ليك والمراهقه وذاك التمردات اللي كتقدر توقع. فانا اتساءل في اي مرحله يعني صعب انه في المرحله اللي خاصك خاص باك يقول لك لا ويقول لك اييه وخصو يزجرك وخصو يحيد عليك شي حوايج او يعطيك شي حوايج بتقنين ويقول لك لا هذه ما كدارش هذه ما كتعطاش وفي نفس الوقت انت عارف راسك متبنى. كيف جاتك هذه القضيه وكيفاش يمكن التعامل وبذكاء باش ما توصلش هذا الاحساس اللي حنا كما قلت لك اللي ما متبنينش وفي واحد السن
يعني كانوا نقطة ضعف إلا كانت أن ما هات نقطة. لا فهمتك فهمتك شروق، ولكن خصنا ما ننساوش واحد المنطق اللي مهم غير بالنسبة لك شي اللي كنتي كتقولي نيت، هو أنه التربية كما كان كما كان الحال راه غادي نواجهوا هاد المراحل هذه اللي كتهضري عليها ديال وعشتي كتعامل معايا بحال أنا هو العدو ديالك إلى آخره، ولا حيت تبنيتيني إلى آخره. سا سي سيغ في ضمن التربية هذه حاجة عادية ماشي غير حيت متبنى أو لا، سي جوست كو هذه غادي نقول لك في النمو ديال كل واحد. دونك غادي الواحد يعيش بحال هاد الصعوبات شيئا ما. إذا باش الواحد يكون شي نقول لك كما طرحتي السؤال ديال سألتي نفسك كأم يهرب بيان سور، راه صعيب انه مثلا في لاج ديال 3 سنين ولا 4 سنين نبداو نقولوا لواحد الطفل اللي كما كنقولوا كبيتنا كتقول له هو راه عرفتي شنو انا راه ماماك ولكن راه ما خرجتيش من هاد الكريشه كيفاش وهذا، ونبداو ندخلوا في التفاصيل. كنظن بانه راه واحد راه واحد الموقف اللي من الصعب جدا انه الواحد يعيشه ويتعايش معه، ولكن شتي ملي الواحد كيتجاوز هذاك الخوف الأول ديال لا رد الفعل ديالو ما غاديش يكون هو هذاك، ملي الواحد كيشوف بأنه إيه راه هو تبنى هذاك الطفل، ولكن حتى هذاك الطفل راه تبنى ديك العائلة. فهمتيني باش نعطيك صورة؟ دونك حيت عارف من الأول وحيت وحتى من بعد ملي كنبداو في الصراع كما هضرتي ديال الا هضرنا على المراهقه ديال شري لي موتور ما كتشريش موتور حيت ماشي ولدكم، نعطيك هذه زعما واحد الصوره كتكون بزاف ماشي ولدكم. لا ولدي راه فايت هضرنا على هذا الشيء بزاف د المرات، راك عارف بانك راك ماشي ولدنا ما خرجتيش من كرشمك، ولكن راه حنا انا باك راه هي امك وانت راك عزيز علينا وخصنا نربيوك وراك عارف ورا وصل النبي. ماشي الواحد ما يبقاش يطيح بهذاك الفخ حيت عند فهداك الفخ حيت عنده واحد الصعوبه باش يعيش مع هذيك المعلومه ديال ايه راني تبنيت هذاك الطفل. ايه راه الواحد كيتبنى طفل راه عارف بانه ماشي هو الام او ماشي هو الاب ديال هذاك الطفل بالمعنى البيولوجيكي ديال الكلمه، ولكن في المفهوم التربوي وفي المفهوم العاطفي وفي بزاف ديال المفاهيم راه هو البات وهي الام. دونك الواحد خصو بعدا يطمئن راسو وبحال قلتي يتصالح مع راسو في هذه القضيه هذه، ولكن كما شار له الاخ سي محمد بعض المرات كنلقاو مشاكل زعما ديال كيفاش الواحد كيتقبل او كيستقبل هاد الطفل يكون بخي في العائله. راه هو واجه مشاكل وكاين بزاف ديال الناس كيواجهوا المشاكل في العائله ديالهم وفي المحيط ديالهم. نعم، أذكر نأخذ فصل غنائي من توقيع كارول السماحة مش معقول. قبل ذلك أذكر بموضوعنا نفسية المتبني قبل المتبنى، كيفاش المخاض اللي تعيشوا حقيقة أنا كل فضول إيجابي أنكم تشاطرونا تجاربكم أيضا تساؤلاتكم. قرار التبني كيف جاء؟ هل تفكرون في التبني ومع ذلك مازالين ما وصلتوش للقرار يعني كفعل طبقتوه ومتخوفين ومازال بين مد وجزر في الأفكار مع بعضكم مع المجتمع مع العائلات اللي دايرين بكم؟ يعني تبنيتوا الطفل علمتوه مازال ما علمتوش؟ من اللي علمتوه شنو وقع؟ فعلا أنا أنتظركم بشغف. أرقامنا 0522-95-36-70 أو 0522-95-36-80. مش معقول كارول سماحة، مش معقول من توقيع كارول سماحة. خد سعاد من رباط. مرحبا سعاد. ألو، السلام عليكم حبيبة. مرحبا أختي، لاباس عليك؟ الحمد لله. شكرا على هذا الموضوع، عرفتي شكون كنتسنى شحال هاد وانا كنتسنى بغيت غير نفرغ قلبي باش ناخذ عليه شويه عليك. مرحبا بك لسعاد. بارك الله فيك. غير بغيت نعاود قصتنا مع هاد القضيه ديال التبني. حنا كنا فاش كنا صغار كانت الام ديالي ربات واحد البنيته، المهم انا الام ديالها ما فحالهاش وداك الشيء، ولكن البنيته يعني من غير اللي جات عندنا وهي من 40 ويعني عارفه بانها راه متبنيه. في الوقت فاش بدات كتكبر وفاش وصلت المراهقه وداك الشيء بحال كرهات الام ديالي، بحال كتقول لها بانك زعما ربيتيني ولاش خديتيني من عند الام ديالي، عرفتي؟ لان لدرجه حتى مرضت واحد المرض نفساني.
فمي ما عرفناش ما عرفتش لا في الاول داكشي. من بعد انا دخلت وديناها الاطباء يعني الاختصاصيين وهذا تلقاو عندها بحال شكل ديال الوسواس القهري في الوقت فاش وصلت للباك. وبقيت هكذاك باقا لحد الان دابا يعني قلبنا لها خير على واحد الخدمه خدمات وداكشي ولكن رغمات هذيك باقا لحد الان كتعاني. فكري امتى قلتوا ليها امتى او امتى علمتوها عرفتي اش غادي نعملوا؟ خليك رتبي افكارك نعود بعد الموجز الاخباري غنسولوك امتى واشياء اخرى بعد الموجز بنسخه عربيه من توقيع حليمه ياسني. Atlantic Soir revient pour une nouvelle saison dans un nouveau format pour plus d'infos et de découvertes. 16h-19h, c'est votre rendez-vous pour une fin de journée instructive. Info, culture, sport, économie, magazine. Amateurs d'échanges de qualité, hashtag 2545 à 16h45 et 100% éco à 17h15. Atlantic Soir, c'est toute l'info qu'il vous faut, sans oublier notre sélection musicale de choix. Du lundi au vendredi, Atlantic Soir, 16h-19h. Atlantic Radio. الساعة الثالثة. أهلا بكم. رفض البرلمان الليبي المعترف به دوليا منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي أعلن عن تشكيلها بموجب اتفاق سلام ترعاه الأمم المتحدة. الحكومة يرأسها رجل الأعمال فايز السراج تضمنت 32 حقيبة وزارية ووزع الوزراء على المناطق الليبية المختلفة. وبحسب نواب في البرلمان فإن هذه الحكومة تحتاج إلى أصوات ثلثي أعضاء البرلمان حتى تنال الثقة. بالمغرب أعلنت السلطات المحلية لمدينة الناظور أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية على إثر الهزة الأرضية التي وقعت اليوم بإقليمي الناظور والحسيمة والتي بلغت قوتها 6 درجات على سلم ريشتر. الهزة التي سجلت بالبحر المتوسط عقبتها 3 هزات ارتدادية. أكد الملك محمد السادس أن العالم اليوم في حاجة إلى قيم الدين. الملك في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال المؤتمر حول حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية بمراكش وتلاه وزير الأوقاف قال إن المغرب لا يرى مبررا لهضم حقوق الأقليات الدينية ولا يقبل أن يقع ذلك باسم الإسلام. أزمة لسامير نقابة العمال في هذه الشركة ستنظم غدا وقفة احتجاجية للمطالبة بإنهاء الأزمة وعودة الإنتاج. في الكاميرون قتل 25 شخصا على الأقل في 3 اعتداءات انتحارية وقعت في سوق في أقصى شمال البلاد. المنطقة تعد هدفا لجماعة بوكو حرام النيجيرية. تحل اليوم الذكرى 5 للثورة الشعبية التي أطاحت بحسن مبارك في مصر. ورغم أن هذه الذكرى تعد عطلة رسمية في البلاد فمن غير المنتظر تنظيم أي تظاهرات معارضة للسلطة خصوصا في القاهرة بعد التحذيرات المتتالية من مغبة التظاهرة. وإلى تونس حيث تظاهر مئات من العناصر من عناصر الأمن التونسي أمام مقر الرئاسة في قرطاج للمطالبة بزيادة رواتبهما. وتطالب النقابة بزيادة مبلغ 315 يورو في رواتب شهرية لعناصر الأمن وهو مطلب رفضته الحكومة لأن انعكاساته المالية على الدولة أو ميزانية الدولة. أوقفت اللجنة الأولمبية الروسية اليوم 4 عداءات بينهن وصيفة بطلة أوروبا بسبب تناول المنشطات. التوقيف يأتي في وقت يكافح فيه البلد من أجل العودة إلى الساحة الرياضية وتفادي استبعاد رياضي من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل في ريو دي جانيرو بالبرازيل. نهاية الموجز، إلى اللقاء. نوضح ليك، للمشاركة اتصلوا على الرقم 0522 95 36 70. شروق غريب. نعود لي أجواء برنامج نوضح ليك ونعود لي مستمعتنا ومستمعينا وموضوعنا لكل ما التحق بين اللحظة التبني، نفسية المتبني قبل نفسية المتبنى. سعاد من الرباط، مرحبا بك مرة أخرى. الله يبارك فيك حبيبي، بارك الله فيك. نعم، إذن هذه الأخت ديالك بالتبني. يا حبيبة واخا يعني شحال كان عندها بعد من عام فاش تبنيتوها؟ كنت عندها 40 يوم. 40 يوم، وإمتى علمتوها بأنه متبنات؟
هي بحال كبرت بهاد الحقيقه هذه، لان كتكون عندنا مره كتجي ماماها كتديها عندها، مره كتمشي عندنا، يعني فبقت البنت غادي هكا تلقائي. اذا معاها كتعرف امها تتمشي عندها وترجع وهي معاكم. وهي معنا. ولكن هاد تكلمتي على انه طبعها شويه صعيب. صعيب يعني في الوقت في الاخر كاع فاش خلات عندنا امها في مره ما بقاش كتديها وتجيبها، كتديها هكا اسبوع وترجع. امتى بدات امها ما تديها ما تجيبها ما تديهاش؟ شحال كان عندها من عام؟ ما كتديهاش في الوقت فاش دخلت المدرسه. شحال من عام؟ كنت ساعتها عارفه 5 سنين 6 سنين 7 سنين 7 سنين وما بقاتش كتشوفها امها. لا كتشوفها وكتجي عندها. ولكن امها تزوجات ولا شي حاجه بحال هكا؟ لا ما باها، رجعت لباها ورجعت ولدت ولاد اخرين، ولكن هي بقات معانا. فمن الاول بقات معانا، كان عندها في الاول كان عندها مشكل، ولكن من بعد منين رجعوا هي والزوج ديالها وداك الشيء البنت بقات معانا، بقينا حنا زعما مولفينها باقيت معانا يعني باراده ديال امها. شحال عندها من عام دابا؟ دابا وصلت ل 40 عام وباقي الطبع حاد. ما تزوجاتش؟ لا ما كتبغيش واخا يعني كيجيو الناس يبغيو يهضروا فيها وداك الشيء وهذا، ما كتبغيش. علاش ما كتبغيش؟ اختي هذا الشيء دابا هو اللي انا بغيت نسقسي عليه، واش عندها عقده من يعني من ذاك الوقت فاش الناس ربات الوالدين ديالها تخلاو عليها، واش عندها عقده من هذاك يعني المشاكل اللي كانت عندهم الوقت فاش كانت باقا صغيره، حيت كانت عندهم مشاكل ما فهمناش. فالان دابا كترفض الزواج، كترفض الخدمه، دخلت لها غير بزاف دخلنا الخدمه وداك الشيء، دخلت لنا غير بزاف باش تخدم. حنا بغينا غير باش تخرج من داك الروتين ومن داك يعني بحال البؤس كتخدم، وهذا بحال حنا واخا مربينا وكنقولوا لها راكي خدنا وما فرقينش بيننا وبينها وكل شيء، دائما حزينه دائما. لدرجه قلت لك حتى مرضات دابا في الدار مع الوالده ديالك مازال هي بوحدها اللي بقات مع الوالده ديالك؟ هي اللي بقات، هي اللي بقات. حنا كلنا خرجنا وداك الشيء، ولكن هي اللي بقات معها، هي اللي بقات كتمشي الخدمه وتجي، وعندنا الام ديالي زعما واخا خرج بحال ما بقيناش معها كتعامل معها عادي يعني بحال امي، كتقول لها سيري الوالده ديالك وشوفي خوتك قليل في كتمشي، ما كتمشيش تبغيش النهار اللي كتمشي عندهم كتدبز معها وتجي. نهار اللي كتمشي عند امك على هي مع من ساكنه دابا؟ لا ملي كتمشي عند امها هي عند امها كدابز هي وياها وتجي. بحال يعني بحال بقات ناقمه عليها، يعني علاش عطيتيني رباوني ناس اخرين بحال هكا بحال واخا كان يوم تحيدوا ولاد كذا، ما كنقول لها زعما راك عشتي الحمد لله دابا كبرتي ما خصك حتى شي خير، ولكن بقات بحال ديك العقده باقا لها في هذا، لدرجه مرضات وتكديتها للطبيب، ورغم ذلك الحمد لله زعما تشافت، ولكن دائما كنشوفها حزينه. ايوا الحمد لله الحمد لله. شتي باش بغيت ناخذ الراي ديال الدكتور يعني باش بحال نحيدوا لها هذاك الحزن، نضوا لها الابتسامه ما ايوا تفضل دكتور. نحاول نعطيك شي اجوبه على القصه ديال الاخت ديالك. اكيد انه الصدمه ديال التخلي راه هي الصدمه الحقيقيه، حيت حنا ملي كنهضروا على التبني والمشاكل اللي مرتبطه مع التبني، راه زعما من الناحيه ديال المتبنى راه كنهضروا بالاخص على المشاكل اللي ناتجه على هذيك الصدمه ديال التخلي، راه ماشي تبني لمشكل. اذا بالاخص انا على ما فهمت هاد سميتو كان هاد التخلي دام ماشي كانت على مرحله وشي حاجه اللي دازت في واحد الحين، ولكن بشويه حتى خلاتها عندكم بشويه حتى ما بقاتش كديها، وغالبا ما كانش هناك واحد تواصل زعما باش يكون تفسير او باش تكون كلمات باش على الاقل الطفل يحاول يفهم او يستوعب داك الشيء زعما على حسب الامكانيات ديالو النفسيه. المهم غالبا ما كانش داك الشيء، ومن بعد كان واحد التخلي واحد اخر، هو انه دارت امها البيولوجيكيه دارت عائله اخرى اطفال اخرين وهذوك ما عطاتهمش، فهمتيني؟ اذا هنا احنا كنبسطوا واحد الحاجه، احنا اللي ما زعما ما عشناش هاد الصدمه هذه ديال انه والدينا تخلوا علينا، كيكون عندنا واحد الصعوبه كبيره اننا نتخيلوا اشنا هما شنو هي الاهميه
ديال العلاقه ما بين الطفل والوالدين ديالو في الشخصيه في بناء الشخصيه، هو انه باش نختصر ونعطي بكل وضوح انه شتي هذاك الارتباط مع والدينا هو اللي كيعطينا نوعا ما هذيك الكفاءه اننا نقدروا نربطوا واحد العلاقه امنه مع اي واحد، كما كانت العلاقه بالاخص غير خصها يكون فيها شويه ديال العاطفه. اذا كيدخل هذا الشيء في الميدان ديال الصداقه، كيدخل في الميدان ديال الحياه الشخصيه بمعنى العلاقات العاطفيه اكيد الى اخره. اذا باش نقول لك انه الاخت ديالك ملي كنهضروا على صعوبه في الزواج الى اخره، باش نقول لك راه ماشي زعما حاله نادره، راه على عكس ذلك كنلاحظوا بانه كاين كثر من داكشي اللي كنلاحظوا عند العامه ديال الناس، من ناحيه ديال انه الواحد كيكون عاجز تماما انه يربط علاقه عاطفيه ويبقى مستقر فيها، حيث كتولد فيه واحد نوع ديال القلق، واحد نوع من الخوف من التخلي، حيث الواحد كيمشي بواحد المنطق والديه اللي نورمالمون راه ما خصهمش يتخلوا عليه كما كان الحال تخلوا عليه. وعلاش ما غاديش الواحد ينتظر انه هذاك الشخص اللي قدامه، واخا كونوا كنهضروا في علاقه زعما عاطفيه الى اخره وغادي نهضروا على الزواج الى اخره، راه هذاك حتى هذاك فلان راه غادي يتخلى عليا. اذا الواحد بحال اللي قلتي كيبدا يمشي بهذا المنطق، واكيد انه الواحد ملي كيبدا يفكر بحال هكذا بحال اللي قلتي انه كيحكم على راسه بانه غادي يبقى حياته كلها بوحده، ومع ذلك راه واعي بانه كاين مشكل. وهنا اللي كيكون هذاك رد الفعل ديال الحزن، بانه الواحد كيشوف بانه الرغبه ديالو انه يدير بزاف د الحوايج ولكن نفسيا عنده صعوبه كبيره انه يواجه، غادي نقول لك المضاعفات ديال هذاك التخلي اللي تخلت عليها اللي تخلوا عليها والديها، حيت فوالا دونك هادشي انا غير باش نفسر لك. والاغلبيه ديال الاحيان ملي الواحد كيكون عنده بحال هاد الماضي كيكون عنده صعوبه كبيره انه يكون تيق في راسه. اذا كتقدر تكون مشاكل حتى من ناحيه ديال الحياه المهنيه، حيث انه الواحد ماشي كيشك في القدرات ديالو المهنيه ولكن كيشكك بزاف في القدرات ديالو انه يواجه الزملاء في العمل او الناس اللي غادي يقدر يتعاشر معهم في ضمن العمل الى اخره. فوالا انا هادو هما الاجوبه اللي نقدر نعطي الاخت غير باش نوضح لها شي شويه الصوره. اكيد انه كاينه عقده كما هضرت عليها، ولكن زعما باش نتخيلوا بان هذه العقده راه غادي تحيد ما بين زعما حتى في بضعه اشهر، كنظن بان لا راه صعيب الواحد راه واش السن 40 سنه زائد وضعيه اجتماعيه ما مجتمعيا لم يعني كحلم اي فتاه او رفضها هذا للزواج كانه يمكن رده فعل على انه الزواج هو انه هاي متبنات الزواج شنو هو وابناء هو لاش واش هادو كلهم ردود افعال فيها قوه من النفسيه المتمرده والحزينه والكئيبه. واش الا كان شي توجيه للاخصائي باش تمشي تنفس باش تهضر باش يوجهها باش يعطيها مفاتيح فين تعاود يعني باش تعاود تلقى راسها، لانه 40 سنه سن يعني مفروض انه سن مكتمل في بزاف ديال الاشياء. وي اكيد. وهنا الوغ ملي كتهضري على كيفاش الواحد خصو يتوجه عند الاخصائي، وخص الواحد يعرف بانه كيكون في الاغلبيه ديال الاحيان ثلاثه ديال المحاور كبيره باش الواحد يتعالج. اولا كاين المحور ديال انه خص الواحد يتخفف عليه هذاك القلق وهذاك الحزن وهذيك الكآبه اللي بعض المرات كتقدر تمنع الواحد انه ياخذ المبادره في بزاف ديال الحوايج. اذا كانت حاله مرضيه كتعالج، المهم اذا كان علاج اللي كيعتمد على الادويه خصو يدار، ولكن مع ذلك خاص الواحد يخدم على جوج المحاور اخرى. هو انه ملي كنهضر على هذه السيده هذه بالضبط، هو انه خصو يعاود يخدم لا 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 الثقه في النفس، الثقه في النفس في العلاقات. انا كنهضر على هذاك الميدان ديال العلاقات مع الاشخاص، بمعنى انه كنحاولوا نربطوا علاقات وكنحاولوا نشوفوا وكنحاولوا نعاودوا نتعلموا من الاول. داكشي علاش السن
راه شيئا ما راه عنده واحد الاهميه، ماشي حيت 40 ولا 50 ولا 30 ولا 20، ولكن قد ما الواحد كيتعطل باش يدير بحال هذه الخدمه هذه، قد ما بحال قلتي السوابق ديالو في واحد النمط ديال التعامل والتعايش مع الاشياء بحال قلتي كتولي كثيره. وباش نعاودوا باش الواحد يقبل بعد اولا الفكره انه يدير واحد المجهود باش يتعلم واحد الطريقه اخرى ديال التعايش مع الاشياء، كتصعب شي شويه القضيه. اذا هنا فين السن كيكون كنت غادي نقول لك ما كيلعبش معنا في حد هذه السيده هذه، ولكن دونك كاين هذا المحور. والمحور الثاني هو انه الثالث هو انه من ناحيه ديال الحياه الشخصيه بحكم السن، انا نقولها زعما كما كنفكر بحكم السن، واش هذا مشروع الزواج بالاخص اذا كان زواج حيت كانت حيت باغا السيده انها يكون عندها وليدات الى اخره، على حسب واش مازال ممكن، الى ما كانش ممكن نهائيا كيفاش الواحد غادي خصو يتعامل مع الواقع الى اخره. اذا خاص واحد لاكومبانيومون بسيكولوجيك اللي هو مهم، حيت ملي كنهضروا على التخلي او ديال الاطفال ولا بدا هاد الطريقه هاد المشكله كتطرح كما قلنا في المرحله ديال الزواج اننا غادي نربطوا واحد العلاقه، ولكن حتى في المرحله ديال الانجاب، باسكو ملي الواحد كيعرف بانه عانى واحد المهم عانى واحد المعاناه اللي مرتبطه بكونه بعد اولا، كيكون بزاف ديال الترددات، كيكون واحد الضغط نفسي كبير قبل ما الواحد ياخذ هذاك القرار ديال الانجاب. نعم، انتظركم مره اخرى، انتظر تجاربكم في موضوعنا التبني ونفسيه المتبني قبل المتبنى. ارقامنا 0522 95 36 70 او 0522 95 36 80. لطيفه رأفت كيف راه مهملني، كانت لطيفه رأفت كيف راه مهملني، نعود لجوا برنامج نوضح لك دائما في موضوعنا التبني ونفسيه المتبني قبل المتبنى. نعيمه من طنجه، مرحبا بك نعيمه. الو، مساء النور. عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. بارك الله فيك، انا اول مره غنشارك. مرحبا. مرحبا. بارك الله فيك. عندي جوج ديال التدخلات، وحده القصه ديالي انا عشتها. انا كنت ماشي متبنات، ولكن الاب والام ديالي كانوا انفصلوا، وكنت انا مازال صغيره، وخدتني العمه ديالي رباتني. نعم. وبقيت معهم، ولكن كبرت بحال قال قبيلتي الاستاذ من الصغر ديالي كيجي الوالده ديالي كتشوفني، كيجي الوالد ديالي كيشوفني، دونك كبرت في ديك المعرفه، يعني ما كانش واحد الصدمه. دونك انا كنقول بان الانسان اللي المتبنى او اللي متخلى عنهم والناس خداوهم وتبناوهم، الاحسن انهم زعما يعلموهم من منذ الصغر، لان كتجي صدمه جو بونس اخف. وعندي هاد العمه ديالي اللي رباتني كانت ما كتولد وكيتوفاو لها، وكان عندها غير ابن واحد، وكانت بنات وحده اخرى. البنت الاخرى اللي كانت بناتها كانوا دايرينها في زعما مسجلينها في الحاله المدنيه، دونك كانت بحال بنتهم، لدرجه انا كنت عايشه معاهم ما كنتش عارفه بان هذيك متبنات، كنت عارفها بحال الاخت ديالي زعما. نعم. انا مربيه يعني عمتي بحال الاخت ديالي، وهذيك الاخت ديالي اللي كانت متبنات حقيقه وكانوا كاتبينها في الحاله المدنيه على انها البنت ديالهم. مهم كبرات على هذاك، احنا الصراحه انا ما كنتش عارفه، وبزاف الناس ما كانوش عارفين، كاين الناس من العائله عارفين، الناس ديال شحال هذه كانوا كيخبعوا هذه الاسرار، دونك هي يمكن ما كانتش عارفه. كاين الناس كيقولوا كانت عارفه، كاين الناس كيقولوا ما كانتش عارفه. فوقاش فضحت فضح السر، ماتوا الوالدين ديالها وجا الارث. جا الارث، الاخ ديالها صافي ما غاديش يعطيها، ما دارهاش نيت في الاراثه. والسيده دابا عندها 48 سنه، هذه الحاله راه غير هاد السنه هذه وقعت، عندها 48 سنه ودابا جاتها مسكينه الصدمه، وعاد عايشه في الخارج ومزوجه وعندها وليداتها وداك الشيء. ايوا الصدمه كانت قويه على هاد الشيء. كنقول انا الناس اللي تبناو من احسن يكون كل شيء واضح، يخبروا يكون كل شيء واضح من الاول باش يكون داك الشيء كيمشي، لان الواحد من كيكون صغير واخا ما كيستوعبش، ولكن كيعرف بان راه كاين واحد الاب واحد الام اخرين في مكان ما. نعم
وكيكون وقع الصدمة أقل من أن حتى كيكبر وكيتمحم عند ناس أخرين أو لا كي أو لا كي تكتجي ظروف حال هكذا الإرث أو لا عاد كيعرف بأنه طفل متخنع له، لأن الحالة النفسية كتلعب دور مهم بزاف فهذا مثل هاد الحالات التبني. نعم شكرا لك كثير نعيمة من طنجة. تفضل دكتور قبل ما نعطيك الكلمة فقط أذكر مستمعتنا ومستمعينا بأرقامنا الهاتفية، لأننا على في حقيقة عندنا شغف كبير وشوق وفضول إيجابي أننا نعرف تجاربكم، سواء كنتوا متبنيين فايت منكم مريتوا بهذه التجربة أو أنتم كنتوا تبنوكم يعني. ففعلا أنتظركم على 0522-95-36-70 أو 0522-95-36-80. تفضل دكتور. هو أكيد أنها شهادة اللي غادي نطاق ديال داكشي اللي كنا كنهضروا عليه من قبل. وباش نرجع غير باش نحاول نوضح، راه ماشي غير حيت الصدمة غادي تكون أخف، ما نقدروش نقولوا بحال هكا، حيت بعض المرات راه الأطفال عندهم واحد الحس كبير وكيقدروا يعيشوا واحد الأمور زعما حتى هما كيحسوا بأنها صدمة شيئا ما. ولكن فين كيكون الفرق في النتيجة، من ناحية ديال النتيجة، هو أنه الطفل من صغره ملي كتكون عنده هذه المعلومة بحال قلتي من بعد التجارب اللي كيعيش في الحياة ديالو، ملي الوالدين ديالو كينهضوا عليه وكيغوتوا عليه، ولا ملي كيمنعوه أنه يخرج مع صحابه، أو ملي ما غاديش يشريو ليه داكشي اللي بغى إلى آخره، كيعطيها واحد المفهوم آخر. راه عارف عنده هذيك المعلومة بأن راه ماشي ولدهم البيولوجيكي، ولكن عارفها، ولكن مع ذلك كيشوف بين أيه كيحرموا هذا، ولكن راه عنده أصدقاء، عنده زملاء في المدرسة، كيشوف بين حتى والديهم الآخرين البيولوجيكيين وحيت هما ما متبنينهمش كيشوفوا بين نفس الحرمان، نفس نمط المعاملة. إذا بحال قلتي الواحد كيكبر بهذه المعلومة، ولكن التجارب ديال الحياة والملاحظات ديالو ديال البيئة ديالو ديال المحيط وديال الزملاء ديالو كتخليه أنه كيقدر بحال قلتي إيه كاين هذيك المعلومة، ولكن راه كيبني بها شي حاجة صحيحة، حيت التجارب ديال الحياة بكون هذيك سميتو بكون علمه بهذيك المعلومة كيقدر يقننها بطريقة. أما تخيلي معي واحد عنده 30 عام أو 40 عام ديال بزاف ديال التجارب العائلية، بزاف ديال التجارب العائلية، وقد ما الواحد كيزيد في العمر قد ما بيان سور التجارب راه كتكثر، وبعض المرات حتى الوالدين كيمشيو كيتوفى وديك الساعات ما كاينش بعض المرات كتولي شي تساؤلات على شي تجارب من قبل ديال كيولي الواحد هو كيشوف الماضي ديالو وكيفسر شي صدمات ديال الماضي بهاد الصدمة هادي اللي يلاه عرفها ديال انه مثلا راه متبنى. دونك وهنا كيقدر هنا فين كاين هذاك الكسر في الهوية اللي كنت كنهضر عليه في المقدمة، هو انه الواحد كيكون عنده واحد المشكل كبير باش يعاود يعرف اشنا هي القيمة ديالو، اشنا هو اشنا هي البلاصة ديالو في الحياة، اشنا هي البلاصة ديالو في المجتمع، اشنا هي البلاصة ديالو في العائلة الى اخره. دونك هادشي كيولد واحد التوتر كبير داخل اللي قدر يكون داخلي ويقدر يبان في السلوك، الواحد كيقدر يتعصب يولي هذا يولي عنيف او انفعالي الى اخره، ولكن اون توكا هادشي كيولد واحد الشحنه كما قلت لك ديال 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 القلق او ديال التوتر اللي تقدر من بعد يكون عندها بزاف ديال المضاعفات اللي هي بيان سور سلبيه على الحاله النفسيه ديالو. ها الواحد يدخل في ادمان، ها الواحد يدخل في اكتئاب حاد اللي غادي يوصلوا لشي حوايج ما مزيانينش وحنا غاديين. دونك غير باش نفهموا علاش هذيك المفهوم ديال انه نقولوها للوليد ما حدو مازال صغير يلاه بدا كيفهم، علاش ماشي علاش سهل، علاش احسن بالنسبه ليه وبالنسبه للنفسيه ديالو. نتابع معكم بعد الموجز الاخباري موضوعنا نفسية المتبني قبل المتبنى، تجاربكم مع التبني، قرار أو تفكير أصلا في التبني يمكننا تشتركوه وتشتركوه معنا ورفقة الدكتور عثمان لورابي اللي هو أخصائي في الأمراض العقلية ومعالي السلوكي ومعرفي الموجز بنسخة فرنسية من شروق غريب.
نعود لجواب برنامج نوضح لك لمستمعتنا ومستمعينا التبني ونفسية المتبنى ونفسية المتبني بين مخاض القرار بين التجربة بين الإحساس وعيش المرحلة سواء كنت أنت من تبنيت أو كنت أنت اللي تم تبنيك. فأرقامنا 0522-95-36-70 أو 0522-95-36-80. غيتا من دار بيضاء مرحبا بك. شكرا بارك الله فيك. مرحبا. المعجبات ديالك وخا عمرني ما شاركت لكن كنت صنت البرامج ديالك دائما. ديالكم لاله مرحبا بك. شكرا. انا عندي واحد التجربه بحكمي انا عملي في التعليم. كنمر بهذه التجارب ديال هاد الاطفال اللي كيكونوا متبنين. كان عندي واحد طفل متبني ايه وكنت كنسول الام ديالو قالت لي بان هاد الطفل هذا غير شي مره تلاقات مع شي سيده كانت خدامه عند شي ناس والمهم حملات داك الشيء وجروا عليها من الدار. دونك هي دابا ملي كانت كتبكي داكشي داتها شداتها ولدت داك الوليد ابخي ديك السيده ملي جات واحد النهار قالت لها ودابا خصك تمشي شنو غدير هاد الوليد؟ قالت لها غادي نمشي لشي دار وغادي نحطو ونزيد بحالي. داك السيده قالت لها شوفي غتعطيني هاد الولد وغتخرجي من داري ومعمرك تبقاي تجي عندي. وخدات داك الوليد بحكم هي عندها وليداتها كبار ورباتو ولكن واحد الوقت ملي كبر معاه هي ديك السيده السمره شويه هو الدري بيض يقول لها كيفاش انا بيض وانتوما انت سمره وبابا سمر هي اخوتك سمرين. قالت لها ولدي دابا انايا ماشي ماماك الحقيقيه غير والديك كانوا صحابنا بزاف وملي دار واحد لاكسيدون ماتوا بجوج وحنا بحكم ان صحابهم بزاف احنا اللي شديناك وربيناك. وقال دابا صافي ملي هما ماتوا راه انت هي مامايا وبابا هو بابا. وقال لك كنحماق عليكم وبقى الدري كيقرا عادي وزعما ما كان عنده حتى شي صعوبه ولكن هذا الشيء علمته ملي كان صغير يلاه بدا الدري كيعرف شويه. كان عندنا وثاني مره تجربه اخرى واحد السيده كانت ما ولدت ربات وليد. الوغ ملي ربات وليد دازت واحد دوزون حملات. ولكن ملي ولدت ولدت بنت داك الولد بقى الصراحة كتحماق عليه ديك السيدة مهتمة به أكثر من اللازم دايرة ديك الكفالة دايرها لي في الدوسي ديالو. ملي كيمشي عند شي أستاذة كان عندها هذا المشكل كتبقى تقول ليه أنت هذه ماشي أمك هادو غير أنت ما غير مربينك. الدري بحال بدا شي شوية كيتعقد ليها. جات عندي واحد المره كترغبني قالت لي راني عندي مشكل الله يعطيك الصحه شوفي كيفاش دير معايا الاستاذه اللي مشى عندها ولدي كتجبد لي القضيه تاع التبني. قالت لي وليت كنلقى الدري راه غادي قالت لي بعد ما كان كيقرا مزيان تراجع في الدراسه ديالو. ايوا المهم انا اليد المساعده اللي مديت ليها هو ان مشيت داك الدوسي ديالو وحيدت لي هذيك الورقه ديال الكفاله. لا احسن حاجه يبقى الدري كيقرا ولكن هو وراقي كلشي كاينين لان بعد مرات الناس ما كيرحموش هاد رغم انهم رجال التعليم ولكن ما كيرحموش هاد الدراري هادو. وكان عندنا وليدات كيجي كيكون الولد عنده الكميه ديال ماما كيقول لك عبد الفتاح ولد فائزه ولا يعني ماشي كتبقى تعيط لي عبد الفتاح وديري ديك الكميه اللي دايره ليه ماما اجا ولد فايزه اجا ولد ولكن حرام الدري كيبداو كيحسوا بداك الشيء شويه كيبدا كيقول لك الدري ديما منغامق ديما مسكين مراجع اللور وديما ما كيهضرش وما كيحسش ان الدراري راه اي حاجه كتقدر ان تخرج عليهم على مسارهم الدراسي. ايوا ديال المهم بغيت غنفيدك بهذا المعلومه اللي عندي صافي. شكرا ليك غيتا على مشاركتك معنا وفعلا غيتا محقة لأنه تكلمت على جوانب بشكل محايد ولكنها مهمة وواقع في المجتمع. تفضل دكتور شنو تبغي تقول؟ الملاحظة ديال الأخت راه مش عارف محلها كنشكرها بزاف على الشهادة باسكو كتبين بأنه راه بعض المرات شي كلمة بسيطة أو شي جملة بسيطة اللي كما كنقولوا بالدارجة الواحد ما نوافيها والو كتقدر تجرح الواحد وكتقدر تكسر المسار ديالو ماشي غير المدرسي المسار ديالو في البناء النفسي ديالو. وداكشي علاش الواحد خاصو يكون عنده واحد كنت غادي نقول لك واحد يكون حارس انه
ملي يهضر على الكفاله او ملي يهضر على هذا، اولا باش نجي نقول لك بكل صراحه، اكوا سا سير تقول اه وهذيك ماشي ماماك، راه عارفه الا قلنا بين الطفل عارفه راه عارفه، والا ما كانش عارفه ماشي انت اللي خصك تقولي ليه راه هذيك راه ماشي ماماك. ولا داعي انه الواحد يزيد يركز على واحد النقطه اللي كنت غادي نقول لك عند تقريبا 100% ديال الناس اللي كيكونوا ما يمكنش تكون 100% ولكن بريسك 100% ديال الناس اللي كيكونوا تبناهم شي حد كيكون بحال قلتي واحد نقطه ضعف اون توكا، واحد النقطه اللي الواحد ما كيبغيش يشاركها مع اي واحد ومع البراني. دونك شو ان بو دو بيداغوجي وشو ان بو دو بسيكولوجي، واحد خصو فريمون بالاخص عند الاطفال يستعمل هذا الشيء كامل، وهذا ملي يهضر في هذا الميدان هذا او في هذا المجال يستعمل فريمون دي غون كما كنقولوا، انه يستعمل لا 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 كنت غادي نقول لك ياخذ الاحتياطات اللازمه باش ما يجرحش، وكاع الى جرح ياخذ الاحتياطات اللازمه باش يحاول ما يخليش الطفل على هذيك الجرحه وكاس كيتقلى بوحدو مسكين. دونك فوالا. وبالنسبه لهذيك الشهاده الاخرى اللي عطات الاخت غيتا زعما على الطفل الاول، انا اكيد انه الى علم من صغره وفسرنا ليه بحال هكذا الى اخره، اكيد انه راه كتكون واحد السهوله كبيره كما كنا كنهضروا عليه. ولكن انما بغيت واحد التنبيه، هو انه هذه راه ماشي هي الحقيقه، الحقيقه ماشي هو انه والديه ماتوا الى اخره، باسكو لنفترض امتى كيجراو دي درام، هو انه ملي هذاك الشيء اللي ما كناش كنتخيلوه كيوقع، لنفترض واحد النهار هذيك السيده الام ديالو البيولوجيكيه تجي تدق عليهم في الباب، السلام عليكم انا هي فلانه، اكيد انه ديك الساعات غادي يقدر يكونوا بزاف ديال المشاكل اللي غادي تنبع اكثر من كون الوالدين انهم كذبوا وعاودوا واحد كنت غادي نقول لك اسطوره، وديك الساعات كيقدروا يكونوا بزاف المشاكل. هادشي في حال تما لاجراء داك المشكل انه تجي تدق عليهم السيده، اما اذا ما جاتش دقات عليهم راه ما هيجرى حتى مشكل اكيد، ولكن باش نعرفوا بان ملي كيكون واحد الكذيبه بحال هكذا بعض المرات كتقدر تولي مشكل حقيقي. ناخذوا حسن من مراكش. مرحبا حسن. مرحبا تنشكركم بزاف على البرنامج. شكرا لك سيدي دواجي. انا باغي غير نتقاسم معكم التجربه ديالي. انا في العمر ديالي 45 عام. نعم. ما مزوج اكثر من 15 عام هذه. نعم. بدون اطفال. نعم. المساله ما اعتبرتهاش مشكل، قبلتها انا والزوجه ديالي، عايشين معاها زعما بشكل عادي، ما كتبش. نعم. مرة تجينا هاد الفكرة ديال التبني. أولا أنا واعي بالله إلا التبني تخصو يكون عارف الحقيقة كاملة من بالتدريج من طبيعة الحال من الصغار ديالو، ما عنديش مشكل في هذا الموضوع. والحقيقة كي هي كما كان الحال، كما تبنيتو منين ما جبتو كيفاش جبتو، هاد الشيء خصو يعرفو ومن طبيعة الحال غيعرفو بالتدريج. في مسألة التربية، ألو كنسمعوك سيدي كنسمعوك. في مسألة التربية واعي ان خصني نتعامل معاه ماشي كطفل تبنيتو، مي غنتعامل معاه كالابن ديالي، نفس السلوك اللي غندير مع الابن ديالي البيولوجي غنديرو معاه هو، ما عنديش مشكل، ما غنزيد فيه بزاف وما غنقصش منه بزاف. وبديتي كتقلب ولا مازال غير هذه افكار؟ لا هذه افكار، ما ما ما, ما هاد الكوراج ديال نقلب وناخذ زعما لا ديسيزيون فينال هو اللي مازال ما عنديش، وهذا هو موضوع علاش باغي نشارك معكم. نعم. اذا انت مازال ما عندكش لو كوراج، شنو الحوايج اللي تعيق هاد الشجاعه او انك تمشي للخطوه؟ شنو الاشياء اللي كتخليك؟ سبب واحد. هو خفت لان فشلت التجربه، ماشي علي انا، على الطفل ولا الطفله اللي غنتبنى. نظريا تنقول غنقدر، عمليا خايف من شنو يمكن يوقع، هذا هو الهاجس اللي عندي. الاخرى اللي مازال ما حاسمش في دماغي ديفينيتيفمون هي واش نجيبو خصو يكون عارف يكونوا الاباء ديالو كاينين ونتبناه، او لا غنتبناه واخا ما يكونوش معروفين الوالدين البيولوجيين ديالو. اذا نظريا
انت كتبان لك غتقدر وعمليا كيبان لك متخوف او غتكون صعوبه؟ خفت عليه هو لا صعوبه من جهتي انا مطمئن ليها، قادر نتحمل مسؤوليتي وقادر نتعامل معاه كيف خصني نتعامل معاه، مي تنخاف النتيجه تجاه هو ما تكونش هي هذيك. المستقبل اللي خايف منه. شحال عندك من عام؟ 45 45 سنة. الوغ إلا سمحتي لي، إلا سمحتي لي سيدي، أنا عندي لك غير واحد ملاحظة وشبه سؤال. هو أنه هذاك التخوف سيدي اللي عندك ديال خفتي أنك تفشل، أنا كنظن بأنه راه تخوف اللي عادي، عادي في المسألة ديال التربية، سواء كان طفل متبنى أو كان طفل بيولوجيكي، غير باش نكونوا فاهمين. متفق معي ولا متفقش معي؟ أنا فين كاين السؤال ديالي؟ لا متفق معك. أنا الفشل ماشي الفشل في التربية. نعم سيدي. الفشل في نوصلو هو الشخصية سوية مقادة ناجحة. إذا التربية. رغم كونه متبني، هذا هو اللي خايف منه. إذا التربية، إذا التربية. الزوجة، الزوجة اللي هي الزوجة شنو نظرها أو شنو أفكارها؟ ما تتقاسم معايا نفس الأفكار. ما عندناش الحمد لله مشكل في هذه الناحية هذه. وحتى من جهتها مطمئن بزاف لأن عارف غتقوم بالواجب ديالها بيان كوم يلفو. هاد المشاكل كلها ما عندناش، خاصنا غير الكوراج ديال ناخذوا لا ديسيجن، هاد لا دات ديال لا ديسيجن كو جنغيف با زعما فيكسي. تري بيان، تري بيان سيدي. الوغ انا فهمت واحد الحاجه، هو انه عندكم هذاك الهاجس ديال ويلا بغا يعرف الاصل ديالو، حيت هضرتي على لو فات انه ما عرفتوش واش يكونوا زعما لي بارون معروفين او مجهولين. ولكن هاد الهاجس كيكون بزاف سي سور عند الناس اللي غاديين يتبناو شي طفل، ولكن خصنا نعرفوا بان في الواقع راه واحد الفئه قليله، الاقليه ديال الاطفال اللي كيكونوا متبنينهم الناس، الاقليه هي اللي كدير هذاك البحث وكتحاول تقلب على شكون الاصل ديالهم في حاله ما الا كان الاصل مجهول زعما في الاول. دونك هذا من جهه، وباش ما غاديش نقول لك اسيدي بان خصك تشجع او بانك ما خصكش تشجع، اكيد انه قرار اللي كيبقى اولا وقبل كل شيء شخصي بمعنى ديالك وديال الزوجه ديالك اكيد، ولكن غير باش الواحد يلقى لو كوراج، شنو هو هذا لو كوراج؟ كنظن بانه قرار كيطبق بنفس الطريقه اللي بعض المرات كاينين بزاف ديال الاباء اللي كنهضر على الاباء ما كنهضرش على الامهات، بزاف ديال الاباء اللي بوتيتر ما عمرهم ما يكونوا داروا وليدات وكون ما كانوش واحد شي نهار تحطوا امام امر الواقع ملي الزوجه ديالهم كتقول لهم بانها راه حامل، كنظن بانه كاين ديما هذاك الخوف، وكاين هذاك الخوف وكما قلتي كيكون مرتبط بمسائل التربويه، بمعنى اياه واش غادي ننجح فانني نوصل هذا الطفل لواحد المرحله ديال الرشد اللي يكون صافي ايبانوي قاري مزيان الحمد لله الى اخره. دونك هذا السؤال ديما كيتطرح، اي لو ريسك ملي الواحد كيبقى كيتسنى بزاف، وملي كيكون بحال قلتي كيتمنى هاد القرار او بلوتو هاد لاكسيون هادي ديال اننا غادي ندخلوا واحد الوليد عندنا في الدار او واحد البنيه وغادي نتبناوه وصافي غادي يعيش معنا، هو انه بعض المرات كنطيحوا في الفخ ديال المثاليه، ديال انه ملي غادي يكون عندنا الوليد او ملي تكون عندنا البنيه غادي نكونوا بحال هكا، غادي يكون بحال هكذا، غادي يعمرنا بالحنان، غادي كيولوا بزاف ديال الانتظارات اللي هي في الذهن ديالنا، وحنا كلنا كنخدموا بحال هكذا فين ما غادي نديروا شي حاجه كنحاولوا نتوقعوا شي امور، غير باش نعرفوا بان بعض المرات في المراحل الاولى ديال ملي كنستقبلوا هذاك الطفل كتكون بزاف ديال الصعوبات، كنبداو حنا كاباء وكامهات كمتبنيين كنبداو عرضه بزاف ديال الاسئله ديال واجي واش هذا الطفل هذا ياكما هذاك الطفل الاخر اللي كنت شفت واللي كان كيشوف فيا ولا اللي كان كيبكي حسيت بان كاين واحد الحاجه، هذا الطفل هذا كنحس بانني ما كنرتبطش به، كاين واحد الصعوبه انني ندير ربط هذيك العلاقه، هاد الامور كلها راها طبيعيه، ما كاينش هذيك العلاقه اللي كتربط في الحين غير في واحد النظره، العلاقه ملي باش نربطوا علاقه مع طفل سورتو ملي كنهضروا على العلاقه ديال لا بارونتاليتي ديال الامومه او الابوه،
هو انه راه عمل وراه بناء كنبنيو الامور بشويه بشويه وديك ساعات لي شوز برين لو كور ناتوريل و اون جينيرال سا سباس تري بيان. ناخذوا هنيه من اكادير. مرحبا هنيه. السلام عليكم. وعليكم السلام هنيه، تفضلي. الحمد لله، نشكركم على هذا البرنامج الشيق والله يجازيكم بخير. مرحبا، لله هذا واجب. بارك الله فيك. انا تبنيت واحد، تكسلت واحد الوليد رضيع. رضيع دابا انا جا نقول لك بلا، راه عنده دابا عامين ونص. نعم. المهم في ما كانت ولدي مربيه، خديته باكي صغير كاع. دابا ما تنشوفش اللي حد الان تنشوف زعما كيفاش غنهار يعرف كيفاش ندخل معاه المرحله اللي باش قبل ما يسمع من برا يقول لي انا راني تكلمت في بلادي. هذا اللي بغيت نعرف. ما دابا ما عندي، الحمد لله ما عندي لا خوف لا والو، بوري كاتب الوثائق ديالو كامله اداريه واخده. نعم. على طريق المحكمه على الوري موثق كلشي. هذا ضيفنا عنده لك اسئله. اولا تفضل. عندك لالا شي وليدات اخرين؟ عندك لالا تخي بيان. عندي الحمد لله. هذا هو الموجود زعما مثلا كلشي في الدار، ولي كلشي تيبغي، كلشي عزيز عليه، كلشي. ايه اكيد لالا، اكيد اكيد لالا. كان وريقاته كاملين. ايه لالا. ايه باش ندخل معاه باش من نهاري قبل ما يسمع. راه ضروري كتسمع وقائع من طرف العائله ديالك، قرات تقريبا غيعرف. متفق معك لالا. انا بغيت ندخلها لي باش ما يلقى لا هذه لا هذه، باش من السن ندخل معاه فيها. انت لالا كنا باش نجاوبك ابتداء من اللي يبدا ينطق كلمات ويبدا يفهم داكشي اللي كتقولي، عنده عامين ونص اذا راه غالبا بدا شي شويه كينطق وبدا شي شويه كيفهم. فانت كتقول لي انا ماماك تولد قليبي تبقى زعما تدخل لي ديك الكلمات. ايه ايه. تولد قلبي ديما تدخلها لي. تمام. ولكن شويه بشويه لله خصك تدخلي ليه بانه راه وليدك الى اخره، ولكن هو ماشي بحال خوتو الاخرين ما خرجش من الكريشه. غادي يقول لي كيفاش؟ يقول لي انت ما خرجتيش من الكريشه ولكن راك عزيز عليا، راك ولدي بحالهم، عزيز عليا بحالهم الى اخره. وبشويه بشويه هذه هي الخطوه الاولى، ولكن بشويه بشويه ما حدو هو غادي ينضج وغادي يولي يطرح اسئله اخرى اللي متعلقه بهذا الشيء. غادي تبداي تفسري ليها لالا بانه راكي ماما بالمعنى ديال العاطفه، بانه راه عزيز عليك وهذا وضحي على قبله الى اخره، ولكن ما خرجش من الكريشه ودخل الدار ملي كان صغير الى اخره. وبشويه بشويه لالا تعطيه تدريجيا الحقيقه زعما هادشي اللي كاين. وهذه النصيحه الوحيده اللي نقدر نعطيك، والاغلبيه الساحقه ديال الاحيان لالا راه الامور كدوز بخير. نعم. شكرا لك هنية من أكادير. ناخذ مشاركة في انتظار ما تكون معنا. معنا حسن. مرحبا حسن. الله يبارك لالا شروق. تفضل سيدي تفضل. أولا كنشكرك على هذه الميسيون. شكرا لك، هذا واجب سيدي. بغيت نتقاسم معكم واحد التجربة المتواضعة ديالي. مرحبا مرحبا. أنا مربي واحد البنية صافي دابا 11 عام، هذه بريسك 11. نعم. خديناها ملي الله جات في لاكلينيك. نعم. حنا متزوجين، تزوجنا المده ديال واحد 8 سنين ولا مع 9 سنين وما كتبش اننا نولدوا، خذينا الفكره ديال اننا نتبناو البنيه وجبناها. نعم. اذا دابا الاشكال اللي عندي اشنا هو؟ الاشكال ان هذه البنت كتعيش بوحديتها. نعم. وكنحسوا بها انها ديما بوحديتها منعزله في واحد الكونت. حنا كيف طبيعه ديال العمل ديالنا اننا كنشتغلوا على برا توت لا جورني اون ني با لا ميزون. شحال عندها البنيه؟ الا بريسك 11 اون ميزون اي بي توت لا جورني اون ني با لا ميزون. هي تا هي في ليكول، ملي كتجي كتبقى سادة عليها في البيت ديالها. كون فو سافي الطبيعه ديالنا حنا دابا ما عندنا الخدامات، ولا عندي التخوف ان تكون شي خدامه وصلت لها الفكره انها ماشي بنتنا، انها مربيه. وهاد الاشكال ديال انها كتبقى منعزله بوحديتها هو اللي خلق عندها التخوف. واخا ما قدرتيش تسولها مالك منعزله شنو خاصك؟ ما كتقول حتى شي حاجه، غوفيز دو ديسكوت كاع في هاد الشيء. وان الاشكال ماشي حتى منعزله معنا حنا، حتى في لاكلاس ديالها ديما سوا لي بروف ديالها دائما كانت منعزله ولا عاد؟ دائما منعزله. دائما من الاول؟ دائما منعزله وي. وسيدي وفات هاد الانعزال ديالها حتى توصلت لاج ديال 8 سنين، سميتها بدا كيبان فيها كثير. تفضل عندك اسئله. وسيدي مشيتو شفتو شي طبيب اخصائي باش؟ شفنا واحد الطبيبه اخصائيه ولكن سانا با دوني ريزولتا.
داكوغ دونك انا لما فهمت هي ما في خبرهاش بانها لا ما في خبرهاش وحنا هاد الفات باش نانونسيو لها هاد سميتو خالق فينا واحد النوع من الرعب وي بيان سور سي الرعب الداخلي لا بيان سور سي نورمال سي نورمال وبحيث انه اكيد انه يقدر يكون رد فعل اللي يقدر يكون شويه سلبي الى اخره ولكن بون ما غاديش نقول لك بان ولا بدا خص الامور دار دغيا دغيا ولكن اللي غادي ناكد عليك هو انه خص الامور كنظن دار بمساعده اخصائي او معالج نفسي اللي ملف بحال هاد الامور هذه حيت اكيد انه الواحد ملي كيوصل هادشي اللي كتهضر عليها سيدي ديال انها منعزله وسد عليها الى اخره بحكم انها فتاه ديال 11 عام وداخله في المراهقه الى اخره نقدر نقول لك بانه تقدر تكون زعما سي اون بلانت ديال ان بارون بيولوجيك ديال ان اوتر انفون يقول لك بان بنته راه عندها 11 عام وراها منعزله الى اخره دونك واش هذا الامر مرتبط بقلق او امالات او جو سي با كوا اللي ما عنده حتى علاقه بهذاك المشكل ديال لو فيت دو سافوار كي سوا ادوبتي هذه سي لا بروميير كيسيون دوزيام كيسيون واش عندها شكوك او هي راه عالمه Et donc, deuxièmement, qu'est-ce qu'on en fait sur le plan psychologique Et quatrièmement, troisièmement, est-ce qu'il faut amener ça Et quand est-ce qu'il faut amener ça C'est-à-dire, ça aussi, c'est une question qui s'oppose. Donc, je pense que c'est important de recourir à l'assistance ou à l'aide d'un spécialiste hein باش تحاولوا تشوفوا اشنو هو لو بروبليم اكтуаل وكيفاش يتعالج واذا ما كانش مرتبط بهذا الامر هذا الامر هذا كيفاش خصها تسيق الخبر وامتى tout ça ce sont des questions assez dites li il faudra voir en fonction de la psychologie ديال بنتك الى اخره d'accord شكرا لك على مشاركتك معنا حسن واخا انا عندي سؤال الان من بعد ما تكلموا معنا بزاف ديال الاباء والامهات يعني نفسيه او الطريقه السليمه والصحيه فيهم بجوج كيفاش ناخذوا القرار كخلاصه وكيفاش نعطيو المعلومه للمتابعين الوغ كيفاش ناخذوا القرار كما قلت الاخت تالوغ راه كيبقى قرار شخصي الواحد خصو يعرف بانه كاينين صعوبات كاينين صعوبات اللي مرتبطه اكثر بالتربيه بصفه عامه الا كنا كنهضروا على الناس اللي ما عندهمش اطفال اخرين ويلا هذه هي الاول تجربه اللي غادي يكون عندهم في الحياه ديالهم كاباء ولا بدا انا كنظن بان خاص واحد نوع ديال التوجيه ونوع ديال المرافقه علاش حيت كاينين هذوك الصعوبات لا 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 بعض المرات كاينين صعوبات اللي كيسون سبيسيفيك حيت كما كنت كنهضر توتالوغ مثلا ملي الواحد كيعرف بانه لقوه في الزنقه او سونس فغي دو تيرم بانه لقوه مرمي الى اخره من بعد في التكوين ديال الشخصيه ديالو ولا بدا كيكون كتطرح شي اسئله او كتطرح شي مشاكل اللي ما كنلقاوش زعما كنت نقول لك في الحاله العامه ديال الناس اللي عارفين اللي مربينهم والديهم داكوغ دونك هذا من جهه من بعد اشنو هو الفخ اللي يقدر يطيح فيه الواحد هو انه بعض المرات كنكونوا تيلمون ديزير هذاك انه اننا ندخلوا في هذيك لابارونتاليتي اننا نكونوا اب او ام بعض المرات كنطيحوا في اخطاء تربويه مع الاطفال اشنا هي الاخطاء التربويه وبعض المرات واخا كيكونوا عندنا اطفال اخرين اللي هما بيولوجيكيين نعطيك واحد المثال اللي هو زعما بسيط وكاين بزاف هو انه بحكم اننا كيكون عندنا واحد النوع ديال اللوم ان بو دو كولبابيليتي حيت ما كنقولوش ليه بانه متكفلين والى اخره متكفلين به او متبنينه كنوليو كان في التربيه كنكونوا شويه ملاشين شي شويه كنخليو شي امور اللي مهمه كنت غادي نقول لك ماشي كنصروا ولكن كنفشوهم بلا قياس وهنا كيكونوا مشاكل في المراهقه اللي كيكون عندها مضاعفات اكبر دونك اللهم الواحد من الاول من سن صغير يكون يقولها للطفل ويتعايش مع هذا الامر باش يقدر يربيه تربيه حسنه سي سا كي امبورطون شكرا لك دكتور اسماء العرابي شكرا لكل
المستمعين. مرحبا بك ليلى بالعربي. مرحبا بك شروق بالدكتوره بالمستمعين. ما نطولش عليكم. يعني التطاحنات والمواجهات العنيفه اللي كانت في الحرم الجامعي لا بمراكش ولا باكادير ادت المقتل واحد السيد ماشي طالب امازيغي ضربوه صحراوه تما مشال تما الحرم الجامعي وقع اللي وقع. هناك ايضا حالات اصابات حالتها خطيره كاين نيتان اللي تعتقل من دوك الناس اللي عنفوا واللي تعنفوا الى غير ذلك. فاشنو اللي خلانا وصلنا لهذه الدرجه ديال التشرميل في الحرم الجامعي؟ الطالب المفروض يكون متعطش وهاز مراجع وكتب للعلم ولا متعطش ومنتج للعنف؟ علاش وصلنا لهذه الدرجه ديال العنف بالحرم الجامعي؟ هذا موضوع حلقه ثانيه مع السبعه في حريتك الاطلنطيك. شكرا لك شكرا لك ليلى بالعربي بالتوفيق واقول لكم مره اخرى الى اللقاء.